خير يا حبيبتي. أمال فين بابا؟ بابا لسه نايم يا أمل. أنا رايحة أصحيه. تعالي هنا هتصحيه لي بقى؟ عشان بقالي زمان ما شفتوش. بالليل بيجي وأنا نايم، والصبح بنزل وهو نايم. كان زمان هو اللي بيصحيني ويبوسني ويديني البونبون، دلوقتي ولا بيبوسني ولا بيديني حاجة. هو مخاصمني يا ماما؟ أبدا أبدا يا حبيبتي، ده بابا بيحوش لك البوس والبومبو عشان يديهم لك لما ترجع من المدرسة. ده أطنبيل المدرسة جه. يلا يا روحي، يلا يا حبيبتي. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. هو بابا نزل ولا إيه؟ بابا لسه نايم. غريب، أنا شايفة إن بابا أحواله اتغيرت خالص اليومين دول. زمان في عيد ميلادي كان يصحى بدري وينزل يشتري لي لوازم الحفلة ويشتري لي الفستان الجديد، لكن دلوقتي وأنا سائل فين، ومين عارف يمكن كمان مش فاكر إن النهاردة عيد ميلادي. معاكي حق يا بنتي، أبوكي بقت أحواله غير الأول، حنيته قلت ولا بقاش يهتم بيكوا زي زمان. وانت كمان يا ماما ما بتشوفيش بابا كتير زي زمان، ومش عارفه اليومين دول بقى عصبي خالص وتملي يشهد فيكي ويزعق. العلم عند الله يا بنتي، يمكن في حاجه مضايقاه في شغل. الو، ايوه يا ليلى جايه لكم حالا. عن اذنك يا ماما، علشان بنات اصحابي مستنيني في النادي، اما النهارده عندنا ماتش تنس انما هايل. اوربار يا ماما. مع السلامه يا حبيبتي. ما تنسيش تسلمي لي على بعض. الو، صباح الخير يا فندم. مين حضرتك؟ انا خالد عبد الوهاب يا هانم. اهلا بيكي. ممكن اكلم فاضل يا فندم؟ فاضل لسه نايم يا فندم، اصله تعبان شويه. ممكن تقول لي عاوز ايه حضرتك وانا اقوله له لما يصحى؟ والله يا هانم، اصل ابني حسن جاي النهارده من فرنسا في اجازته السنويه، وعاوز اروح اقابله على المطار، فاذا تكرمت تصحي فاضل افندي يقعد في المكتب مده غيابي ويبقى يرجع ينام تاني، اصل فيه شغل مهم جدا في المكتب يستدعي وجوده. وهو كذلك، انا هصحيه حالا. العفو يا فندم. فاضل، 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 فاضل ايه؟ ما فاضلش حاجة أبدا، ما حطيت الصلد كله. صلدي ايه يا فاضل؟ أنا حسنية، اصحى بقى. يا سلام. ايه ده؟ وكمان نايم ببدلتك؟ نايم ببدلتي وأنت مالك؟ الواحد ما يقدرش ينام في البيت ده أبدا ويستريح. أفندم، طلباتك ايه يا إزعاج هانم؟ مدير الشركة طلبك دلوقتي في التليفون. وعايز ايه مدير الهبابة؟ عاوزك تكون موجود في إدارة الشركة على بال ما نروح يستنى ابنه في المطار. وهو المكتب ما فيش سكرتير، ما فيش كاتب، ما فيش باب يتنيل ويسكه لحد ما يروح مشواره المهندل ويرجع. شيء يعل، شيء يفلق. أنا ما لحقتش أنام أربع ساعات. ما دام بترجع وش الفجر، طبعا ما تلحقش تنام. أنا حر. أرجع وش الفجر، أرجع قفل فجر، ما حدش له دعوة بيا. أنا لازم أهتم بيك لأن شريكة حياتك. مش عايز حد يهتم بيا، أنا مش قاصر، أنا أعرف أهتم بنفسي كويس أوي. يا فاضل، أنت أصبحت شخص تاني من يوم ما زادت مكاسبك وبقيت راجل غني. لما كنت لسه راجل بسيط كنت دايما بتهتم بمواعيدك وعملك، كنت راجل مستقيم ووالد حنون، ما كنتش بتهمل بيتك وزوجتك وبناتك اللي مالهمش حد يرعاهم غيرك. مالهم بناتي؟ مش بياكلوا وبيشربوا؟ الكلام ده يقوله اللي بيربي فراخ وكتاكيت وارانب، انما اللي بيربي اولاد ما يقولش كده ابدا، لان حياه الاسره مش بس الاكل والشرب. لا يا فاضل، رب الاسره عليه واجبات، لازم يهتم بتربيه اولاده وضمان مستقبلهم. ده الكلام اللي كنت بتقوله وانت لسه فقير. ده صبحه فكر روحك دريه شفيق، ما تتلهي وتسكتي. ده ما بقاش بيت الواحد يرتاح فيه، ده بقى لومان، ده بقى قاعه محاضرات ومواعظ. فاضل،
نعم، في ايه تاني؟ النهارده عيد ميلاد بنتك فاطمه، فاكر ولا ناسي؟ ابعد عني، خليك في الوش. جاتك البلا في نهارك اللي كله طلبات، حلي يا شيخه حلي. روحي بعدين. ها يا جاك، العب لي على منظومه ب 100 جنيه. وفي حصان كمان قالوا لي انه كويس قوي، اسمه التلمساني. العب لي عليه ب 100 جنيه. وما تنساش التيوهات التانية. ايوه يعني خلي المجموع كله متقفل على 500 جنيه. بس يا رجل. قول بقى. أهلا وسهلا. أقدم لك حسن ابني، حضرته فاضل أفندي مدير أعمال الشركة. تشرفنا أفندي. العفو. إن شاء الله هتقعد معانا ولا لسه شوية؟ لا والله لسه فاضل لي سنة وآخد الدكتوراه وأرجع تاني. عال عال عال. طب بقى عن إذنكم علشان عايز أروح. لا تروح إزاي؟ ده أنت لازم تحضر دفاتر الحسابات عشان يراجعها محاسب الشركة، لأن ميعاد الجرد السنوي فاضل عليه مدة بسيطة. نحضرهم بكرة إن شاء الله. أصل النهاردة حفلة عيد ميلاد بنتي ولازم أكون موجود في البيت. كده؟ كل سنة وهي طيبة، يعني ما عزمتناش يا أخي. أصل عاملين حفلة عيد الميلاد على الضيق بمناسبة الحداد على حماتي. هي حماتك ماتت؟ لا، إنما عيانة في النزعة الأخيرة، إنما هتموت قريب إن شاء الله. يعني عاملين الحداد مقدما. إنها عزيزة عليا قوي. طب اتفضل أنت، مع السلامة. ما عطلكش. كل سنة وأنتم طيبين. إيه الحكاية؟ أنا شايفة الشمع كتير قوي السنة دي، أنت عجبتي ولا إيه؟ أعمل إيه؟ ماما ذمتها نظيفة خالص. عمري 18 سنة تقوم تحط لي 18 شمعة بالظبط، كانت لازم تنقص منهم شمعتين ثلاثة. يعني تنقصي من 18 سنة سنتين ثلاثة؟ وفيها إيه؟ كانت تخصم منهم أيام الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد. هو بابا هيجي إمتى يا أختي؟ صحيح، هو أنكل فاضل ما جاش ليه؟ مش عاوز يغيب في ليلة زي دي. بابا لازم مشغول في الشركة. عن إذنكم. اتفضل. يمكن أتأخر عشان راح يشتري لك هدية كويسة. يلا قومي انتي اقعدي مع البنات اصحابك، زمانه جاي ما تنشغليش. الحفله قربت تخلص ولسه ما جاش. يا ترى هو فين دلوقتي؟
حبيبتي. اهلا جاك. مفيش ولا حصان من اللي لعبنا عليهم كسب؟ مفيش. معلش الجايات اكتر من الرايحات. ايه اتفضل. يبقى انت عايز مني دلوقتي 500 جنيه ها؟ مظبوط. اتفضل. هذه 500 جنيه. ميرسي. ان شاء الله السبع الجاي يكون في شانس كبير علشان. ولا مفيش؟ لا بعضه. أرغب. مع السلامة يا جاك. بصوا. أهلا. ده إيه الرأس الجميل ده؟ إيه عجبك؟ عجبني قوي. ويسكي طبعا. ايه ميرسي. سيجارة؟ ميرسي. صحتك. صحتك. ولع بقى. يا ايه ده؟ ها؟ لا ده كاتم اشتريته علشان بنتي. اصل ليلاه دي عيد ميلادها. يا سلام جنان. مش حلو قوي في ايدي يا فوفو؟ حلو قوي قوي. خلاص مش هقلقه من ايدي. بعدين ايدي تاخد على خاطرها. دهون عليك ايدي يا فوفو. لا ما تظنش ابدا. انت عندي بالدنيا كلها. صحتك. صحتك يا روحي. ايه مش ناوي تعوض خسايرك النهارده في السبق؟ ما دام ما كسبتش في السبق النهارده يبقى لازم هتكسب في البوكر. يلا بينا. يلا بينا. الاجل وقع. انا شاريه الليله من عندك. عن اذنكم. تبعوني وكسبك. لا يا عم انا هشتريه منك وادفع لك اللي وراكي فيه كمان. وده معقول برضه؟ حد يلاقي مغفر مضمون زي فاضل ويسيبه؟ يلا بينا. انت ناوي تلعب الليله؟ ضروري. طيب يا اخي واحنا قدك؟ دي ميزه صغيره 200 جنيه. يلا 200 جنيه بسيطه. الهاس مانو. اتفرج. يلا. شوفيلي بخت انا كمان يا ماما. ومنام انت بقى يا امل. ده احنا بقينا الساعه 2 بعد نص الليل. يلا يلا خدي اختك واطلعي نام. بس ازاي عايزانا ننام يا ماما قبل ما يجي بابا ونطمن عليه؟ ده احنا مشغولين خالص. ازاي بابا يسهر لغايه دلوقتي بره ولا تكلموهوش يا ماما؟ ده لو كان جوزي كنت عرفت ازاي احكم. انا خايفه لا يكون جرى له حاجه تاخرته. كرياس. دلوقتي مديون لي ب 3000 جنيه. تسمح تكتب شيك؟ واو كذلك. بس انا كتبته لك بتاريخ الشهر اللي جاي. زي بعضه. ساعي بقى. ساعي على بالك تفتحي. سهرانين لحد دلوقتي ليه؟ وانت سهران لحد دلوقتي ليه؟ خلاص لاخدك بالقلم على خليتك. فهمش اطلعوا ناموا. ازاي تخليهم صاحيين لغايه الساعه 4 صباحا؟ كنا مشغولين عليك يا بابا. ولا هنش عليهم انهم يناموا الا لما يشوفوك ويطمنوا عليك. على اوضتك انت اهي. ومره تانيه لو شفتكم سهرانين انا هقطع على ابيكم. يلا. ما تزعلش يا بابا. اصبح على خير. ازاي يا فاضل ما تجيش بدري الليله دي عشان تحضر عيد ميلاد بنتك؟ بس لا انت عايزاني اسيب اشغالي علشان اجي اقعد مع شويه عيال. اشغالك ولا كساتك؟ ريحه الخمره شاهده عليك. انت مالك انت؟ انت بقى حق بتكلميني بالشكل ده؟ بحق الزوجه اللي عاوزه تدافع عن بيتها وسعادتها. بحق الام اللي عاوزه تضمن مستقبل بناتها. الفلوس دي اللي بتضيعها في الهلس والكلام الفارغ ما هياش فلوسك يا فاضل، دي فلوس بناتك ولازم تحافظ عليها. بقول لك اخلصي. فلوس دي فلوس انا. ثم اسمع ما اقول لك. اذا كان عاجبك العيشه هنا عيشي، مش عاجبك الباب يفوت جمل. لو كان عليا انا كنت فوزتك من زمان. لكن انا عايشه في الجحيم ده وراضيه بالعذاب عشان خاطر البنتين اللي مالهمش نصيب.
انت السنة اللي فاتت كنت مقاول كبير واشغالك كانت كتيرة، السنة دي اضطريت انك تشتغل اجير في شركة المقاولات لانك تدهورت ولا تنطش نعمك ربنا. ما شاء الله، يظهر ان انا مجاوز ديوان المحاسبة. فاضل فاضل، حرام عليك يا فاضل، انا بتكلم لمصلحتك ومصلحتنا معاك. انا خايفة عليك يا فاضل، خايفة من المصير الفظيع اللي هتوصل اليه. لو كنت عارفة ان الغنى هيخليك اب جاحد كنت طلبت من ربنا اننا نفضل فقرا زي ما كنا عشان تفضل اب حنون وزوجي احترم بيك. لكن من يوم ما اغتريت بنفسك واهملت بيتك واولادك وانت هتجيب لنا الكافية معاك. صباح الخير. الله، ماما ماما، انت سهرانة هنا من امبارح، ما نمتيش في اوضتك؟ لا نمت يا بنتي، بس انا اللي صحيت بدري قبلك. فين امال امال؟ امال نايمة، انت عارفة انها سهرت كتير امبارح. صحيح، خليها نايمة. على كل حال النهاردة الجمعة وما عندهاش مدرسة. عن اذنك يا ماما انا رايحة النادي. مع السلامة يا حبيبتي. صباح القشطة على القشطة. أنا بصبح يا ورد الصباح. ده الأتوبيس هيتأخر خالص، أجيب لك تاكسي. خلي عندك أخلاق، خلي عندك حنية، أنت قليل الأدب. معذور، ده الأدب نفسه لو شافك يبقى قليل الأدب. إيه الحلاوة دي كلها؟ أنت زعلت يا باشا، حقك عليا. نظرة يا صاحب السعادة، كلمة. ايه حاجة؟ مفيش حاجة. لا مؤاخذة يا هانم. أهلاً محمد، ازيك يا محمد؟ وحشتنا يا محمد. يا حبيبي أنا مش محمد. يا سيدي محمد محمود مرقص سؤال أهو، أي واحد فيهم وخلاص. ازاي الصحة؟ ازاي الصحة؟ على القوي. سايبة بقى. استني رايحة فين؟ مش فاهميني ايه حكاية محمد وبطرس وكهيم وشركائهم دول؟ انا اطلع اي واحد فيهم. يا سيدي نقي اللي يعجبك، عن اذنك بقى. استني بس. استنى ليه؟ عاوز اكلمك. تكلمني ليه؟ حضرتك تعرفني؟ حضرتك قريبي؟ حضرتك شفتني قبل كده؟ وانت بتسلمي عليا ليه؟ حضرتك تعرفيني؟ حضرتك قريبتي؟ حضرتك شفتيني قبل كده؟ ابدا. امال سلمت عليا ليه؟ اصلي بشد عليك، حضرتك تشبه واحد قريبي. تمام. قريبك؟ وقريب ده يطلع مين في اللي قلتيهم كلهم؟ محمد ولا بطرس ولا كهين؟ اقول لك الحق. ايوه، الواحد لما بيبقى غرقان مش بيدور على قشاية علشان يمسكها؟ ده صحيح. انا الغرقانه وانت القشاية. قشاية؟ الحجم ده كله في نظرك يطلع قشاية؟ مثلا يعني مثلا. انا هقول لك الحقيقه. قول. انا كنت واقف على محطه الاتوبيس. أيوة. جه واحد قليل الذوق عكسني. أيوة. قمت هربت منه جري ورايا. أيوة. قمت شفت حضرتك. أيوة. رحت مسلمه على حضرتك علشان يفتكر حضرتك قريبي ويخاف منك. أيوة. فهمت بقى؟ أيوة. طب سعيده بقى. استني بس. استنى ايه تاني؟ ده انا باين هسلم على واحد غيرك علشان تسيبني انت راخى. اصل خايف اسيبك تمشي لوحدك يقابلك واحد نزل تاني عكسك. فاحسن طريقه اتفضلي معايا اوصلك بالعربيه لحد ما انت رايحه. قديمه قوي. ايه العربيه دي؟ جديده نوفي، ده اخر موديل. انا بقول على مساله توصيلي بالعربيه، مش انا يا حضره اللي تركب عربيه مع واحد ما تعرفوش. لا حول الله، ولاد الحرام ما بيخلوش لولاد الحلال حاجه ابدا. بقى عشان شاب سافل عكسك تفتكر كل الشبان زيه؟ يا هانم، في شاب شيطان وفي شاب ملاك. وحضرتك الملاك مش كده؟ طبعا، ده انا الفضيله بعينها، الادب الكامل ملاك. بقول لك ملاك. ما تتعبش روحك، سعيده يا حضره الملاك. طب وصلني بقى. اتفضلي. النادي الاهلي. وحضرتك بتلعبي ايه في النادي الاهلي؟ بلعب تنس، وبروح كل يوم اتمرن هناك من 9 ل 12. يا سلام، التنس ده رياضه لطيفه قوي. انت بتلعب؟ امال تنس؟ لا، طاوله عاده ومحبوسه وجلبهار، يعني حريف. يا سلام، ده شيء جميل قوي. ميرسي يا هانم. الاسم الكريم ايه؟
ما اقولكش. طب اسم الوالد؟ ما اقولكش. طب ساكنه فين؟ برضو ما اقولكش. عرفتك. ازيك يا امينه؟ ما اسميش امينه. ماريكا. ولا ماريكا. طب قولي لي انت على اسمك وريحيني. ما اقولك. يعني انا بطلب حاجه كبيره قوي، انا عاوز الاسم بس، الاسم. ان كنت عايز الاسم انده لواحد عسكري يوديك. نقطة لطيفة يا فيفي. برضو مش فيفي. بقى بذمتك ده معقول في واحدة تركب مع واحد عربية من غير ما يعرف اسمها؟ إذا كانش عاجبك فرمل ونزلني. لا أنا ما خلصنيش أبدا. إذا من فضلك تقعد ساكت. حاضر. أدور لك الراديو؟ مالوش لزوم، قلت لك عن نادي الأهلي. حاضر. نوام كده، انت حقك تشتركي في نادي التوريا اللي عند الهرم. ليه؟ عشان يبقى المشوار بعيد عن كده شويه. انا متشكره قوي على التوصيل. العفو يا فندم، انا اللي متشكر جدا. ميرسي. مع السلامه يا عزيزه. ولا عزيزه. باي. اهلا ابو علي. لا مؤاخذة، كنت بقول لك حسن حاب كده علشان ما فيش لا بهوية ولا بشوية، يعني بقينا كلنا في الهوا سوا. بنية؟ لا. بنية؟ مريكة؟ لا. لا لا لا. أدرية؟ لا. يمكن اسمها نفيسة؟ يا أخي يا أخي. اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ لا حول الله، بقى تخرج سليم معافي ترجع منيل بالشكل ده؟ يا أخي أنا عاوز أعرف اسمها إيه؟ لا اسمها. هي مين يا حسن؟ واحدة النهاردة قابلتها في الطريق يا أبو. أعوذ بالله، طريق؟ اللهم اكفينا شر الطريق. يا سلام يا بندق، خفت ايه؟ رجعت ايه؟ جمال ايه؟ ايه دي لازم شبك؟ يا شيخ اتنايل شبك ايه؟ ده جمال ما اتخلقش لسه ابدا. لا حول الله، بقى تخرج ترجع مخرشم بالشكل ده يا ابني؟ ايه؟ من ساعة ما شفتها يا بندق صورتها مش قادرة تفارق عينيا. لا حول الله، رنين صوتها مش قادر يفارق وداني. تحفة تحفة تحفة. هي اسمها تحفة بقى. لا يا اخي. الله. طب امال اسمها ايه؟ معرفش. الله. طيب بقى ساكنة فين؟ معرفش. طب ابوها اسمه ايه؟ معرفش. طب مين انت؟ معرفش. فين انت؟ بقى تقع على بوزك في غرام واحدة لا تعرف اسمها ولا عنوانها ولا حاجة ابدا. مرضيتش تقول لي على اي حاجة. كل اللي اعرفه ان انا وصلتها لغاية النادي الاهلي. ليه؟ بتلعب كورة؟ لا يا اخي، بتلعب تنس. وعرفتها كده بالقضاء والقدر؟ اقول ايوه، كانت واقفة على محطة اتوبيس. حلو. جا واحد يعكس. حلو. شافتني جاي من بعيد، جا سلمت عليا علشان اللي بيعكسها يفتكر ان انا قريبها. خلاص يا سيدي، المسألة اتحلت. انت مش عاوز تقابلها؟ طبعا، بس ازاي؟ عند النادي الاهلي. هي بتمشي من النادي الاهلي الساعه كام؟ الساعه 12. حلو، دلوقتي 11 ونص. يلا بينا. بينا ايه بس؟ قول لي هتعمل ايه. اقول لو بسكلة تابولا عند لافت ده الله يدقدقو. لا وافزكيت اللي يست انت كتوزة كتوزة يا زلمة. قول لي فنانة يا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12 بالظبط. يا سلام، وصلنا على الحروف كروك. اهي يا بندو، اهي. هي فين؟ قدامك اهي يا اخي. انت شوف شغلك. يلا. اوكي. انا اموت في السنتر هاوس، انا في عرض اولمبياد، نظره منتخب نوادي الحسن والجمال. جرى ايه يا سيدي اللطافه؟ انا عايز نظره ولو تطلع قوي. اما قله ادب صحيح. ليه؟ الله. ايه هو مفيش بوليس؟ مفيش ناس؟ انت قليل الادب. الله. ايه ده؟ انت عايز ايه؟ خايف يا مجرم يا قليل الادب؟ ازاي تعدي من البطاقه؟ امشي امشي يا جلع. انا متشكره قوي. الله، هو انت برضو؟ انا برضو. الصدف السعيده بعتتنا عشان انقذك للمره الثانيه. أما الصدفة غريبة قوي. طبعا إذنك بقى. تعالي اركبي أوصلك. مفيش لزوم، أنا هركب الأتوبيس. الأتوبيس من حاش لأن كوبري مفتوح، هتفضلي واقفة يجي ساعة في الشارع. أنا خايف أعطلك عن شغل. أبدا أبدا، مفيش أي تعب. اتفضلي اتفضلي. قولي لي بقى، هنروح على فين؟ انا عايز اروح على البيت. على البيت؟ تعال، ايه دي فرصه كويسه عشان اعرف عنوان البيت. وعنوان بيتنا يهمك في ايه؟ يهمني لانه عنوان بيتكم. مش هوريك بيتنا، هنزل في الشارع اللي ورا بيتنا. بسيط، يبقى بيتكم قدام الشارع اللي هتنزلي فيه. انت مهتم قوي كده ليه بالمساله دي؟ مش عارف، انا النهارده لقيت نفسي فجاه مش مهتم باي شيء في الدنيا غيرك انت.
غريب. مفيش حاجة غريبة في الدنيا دي أبدا. اسمك إيه بقى؟ ما أقولكش. مش عاوزة تقوليلي على اسمك ليه؟ هسرقه؟ هنهبه؟ هسمي نفسي بيه؟ دمك خفيف قوي. العفو يا هانم، ده من بعض دمكم. اسمك إيه؟ مش هقولك على اسمي كله، هقولك على أول حرف منه. طب اتفضلي. أول حرف من اسمي ها؟ ف. ف؟ فتحية. لا. فريدة؟ لا 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 لا. عرفته. ايه؟ فتاحة. يا سلام على النباهة. طب قولي لي بقى على اسمك وريحيني. اسمي فاطمة، ارتحت بقى؟ يا سلام. طب روحني لحسن، زمان ماما اتخضت علي كده. طب على فين؟ حاول من هنا البيت اهو. مع السلامة بقى. اتفضلي. ايه؟ اتفضلي. سعيدة. عاوز اقول لك على خبر ما
بس معرفش اذا كان هيسرك ولا لا. خير يا حسن. عاوز اقابل بابا علشان اكلمه في موضوع جوازنا. فاطمه ما بترديش ليه؟ بيقولوا في المثل السكوت علامه الرضا. صحيح يا فاطمه، انا دلوقتي في منتهى السعاده. وانا كمان يا حسن. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه ياه الساعه 4، انت اتاخرت قوي. اروحك؟ ها لا لسه بدري. بس ده انا كنت عاوز اقابل بابا دلوقتي علشان اكلمه في موضوع الجواز. الله، طب ومستني ايه؟ اجري قوم، احنا اتاخرنا خالص. يلا يلا. انا ربيت ابني احسن تربيه، وبعد سنه واحده هيرجع من فرنسا دكتور في القانون، وافتكر انك ما تقدرش تلاقي لبنتك عريس احسن من حسن. طبعا يا فندم، ده اي بنت في العالم تتمنى انها تتجوز حسن. اذا يا سيد فاضل، انا طالب القرب منك في بنتك لابني. ده منتهى الشرف ليا يا فندم. بس نقرا الفاتحه على كده. تبذل كل ما في وسعها لإسعاد زوجها، لأن الرجل إذا كانت حياته الزوجية سعيدة يقدر يتفرغ للوصول للمجد والعظمة. ده كلام مظبوط يا بابا. يبقى اتفقنا، إذا يا حسن لازم تتجوز. ده نفس الموضوع اللي كنت جاي أكلم حضرتك فيه. عظيم عظيم، أديني سبقتك في التفكير واخترت العروسة اللي تليلك. لكن أنا اخترت عروستي يا بابا. اختيارك أنت اختيار شباب، يمكن تكون حلوة لكن معدنها مش ولا بد، انما اختياري انا كرجل حنكته التجارب وعلمته الحياه اختيار في محله. انا خطبت لك بنت فاضل افندي مدير اعمال الشركه، ايه رايك؟ انا اسف يا بابا اذا قلت لحضرتك ان انا مش موافق. مش موافق ازاي؟ لان الحياه الزوجيه ما كانش اساسها الحب والانسجام تبقى مهدده بالتعاسه. ازاي اتجوز واحده عمري ما شفتها، عمري ما كلمتها، هيجي منين الحب والانسجام؟ إذا كان على مسألة الحب والانسجام دول يجوا مع العشرة، وإذا كانوا موجودين دلوقتي مع الإنسان اللي اختارها قلبي. أرجوك يا حسن ما تعرضنيش، أنا عارف مصلحتك أكتر منك. البنت اللي اخترتها لك بنت جميلة ومؤدبة ودمها خفيف، أنا شفتها وعارفها كويس. ربما ما يكونش أبوها غني قوي لكن ده مش عيب، المهم هو العثور على الزوجة المثالية. أنا ارتبطت بوعد شرف مع البنت اللي حبيتها إني لازم أتجوزها. وأنا ارتبطت مع مدير أعمال الشركة إنك لازم تتجوز بنته. ما اقدرش ادوس على قلبي في سبيل مصلحة مادية يا بابا. تدوس غصب عنك. أنا قلت كده يعني لازم يحصل كده. لازم تتجوز بنت الأستاذ فاضل. لازم تتجوزها ابن مدير الشركة. يا بابا، إزاي عايزني أربط حياتي بإنسان ما أعرفوش، ما شفتوش؟ مش مهم، أنا شفته كويس وعرفته كويس. ده عريس عمرك ما تحلمي بضفره. يا فاضل، إحنا دلوقتي غير زمان. البنت لازم تشوف عريسها ويكون عاجبها. ما تتحشريش أنت يا وش الفقر. تعرفي جواز زي ده يعني إيه؟ يعني بنتك هتتجوز شركة المقاولات البنائية ورصيد مدير عام الشركة أبو العريس. أبوس إيدك يا بابا، أبوس رجلك. أنا بنتك صحيح، لكن حياتي ملكي أنا، ما أقدرش أتجوز إنسان ما أحبوش. اخلصي، أنا ما عنديش بنات يتكلموا عن الحب والكلام الفارغ ده. هتتجوزي ابن خالد ورجلك فوق رقبتك. أوعي. ألو. ايه؟ النهارده كان معاد صرف شيك ابو 3000 جنيه، لكن ما تصرفش علشان مالكش رصيد في البنك. اتصرف بسرعه قبل ما يبلغوا النيابه. كده؟ طيب، انا جاي الليله.
هجيب له اكتر من 2000 جنيه ان شاء الله قريب هجيب له ال1000 اللي فاضلين اديله دول وهاتي لي الشيك بتاعي منه اطمن انا هاخد منه شيك واجيبه لك ايه الكلام ده يا حسيب يا فندي انا اخترتك عشان تنظم حسابات الشركه وتراجعها بصفتك محاسب دقيق ازاي تقدم لي التقارير دي اللي كلها غلط في غلط؟ التقارير دي نتيجة مراجعة دقيقة يا فندم. مش معقول. بقى أنا ساحب السنة دي 15,000 جنيه لحسابي الخاص. ده اللي متأيد في الدفاتر واللي بيأيد الإيرادات والمصروفات فضل يا فندي، أنا ما بأيدش حاجة. شيء يجنن. فضل يا فندي راجل فاضل فعلا. وأنا ما أعتقدش أبدا إنه لا 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 مش معقول، ده كلام فارغ. احيانا الواحد يضع ثقته كلها في انسان وبعدين تجيله المصايب عن طريق الانسان اللي وضع ثقته فيه لكن انا استبعد اي شبهة عن فاضل افندي حضرتك لو راقبت حياته الخاصة تلاقي 100 طريق للشبهة ده بيخسر مبالغ كبيرة قوي في سبق الخيل وكل ليلة في نادي من نوادي القمار شرفك كلام الناس حضرتك ما بتقعدش في مجالس ولا قهاوي لكن انا بقعد وبختلط بالناس وبسمع حاجات كتير قوي انت متاكد قوي يا فندم طيب ايه
الو. اهلا كده. اهلا. ايه ازاي الكلام ده؟ انت مش اديتي له الالفين جنيه واخدت منه شيك؟ مرضيش يديني شيك الا بعد ما يقبض الالف جنيه اللي فاضلين، وخايفه احسن يبلغ النيابه. دبر المبلغ باي طريقه ارجوك، انا خايفه عليه. طيب طيب هشوف. بتعمل ايه يا فندم؟ لا ولا حاجة يا فندم، أنا كنت براجع الحسابات. العهدة كام في الخزنة؟ العهدة يا فندم، العهدة 4000 جنيه. كده؟ طب اديني المفاتيح. ها؟ المفاتيح. هاي. هات لي 2000 جنيه من الخزنة. خزنة ده 1000 جنيه. مش ممكن، لازم في غلط. غلط ازاي؟ مش انت اللي بتستلم وانت اللي بتعيد؟ امال ايه ده؟ خير يا لص يا مفترس، دي اخر حاجه كنت افكر فيها انك تسرقني. بلغ البوليس حالا. بوليس اوعى تعرف بالتليفون. التليفون يا مجرم. عليا مش عايز اخش السجن. ليه مالك يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ قتلته، كسرت راسه بالتليفون. قتلت مين؟ خالد مدير الشركة. قتلته يا بابا؟ ايوه قتلته. اكتشف ان انا اختلفت 15000 جنيه، حب يبلغ البوليس بالتليفون، حاولت امنعه، قاومني، رحت ماسك التليفون ورحت خبطه على دماغه وقتلته. انت ما قتلتش خالد لوحده يا بابا، انت قتلتنا معاه. اسكتي، أنا مش عايز أسمع أي كلمة تأنيب دلوقتي. دلولي بس أعمل إيه يا عارف؟ هروح فين؟ أهرب إزاي؟ لو قدرت تهرب من المخلوق مش هتقدر تهرب أبداً من الخالق. ليه يا بابا عملت في روحك كده؟ ليه جبت لنفسك المصيبة الفظيعة دي؟ اسكتي اسكتي. إزاي نسكت؟ إحنا ما اشتركناش معاك في الجريمة، لكن هنشترك معاك في الجزاء، هنتقاسم وياك العقاب. أنت هتدخل سجن المجرمين، وإحنا هندخل سجن العار والفقر والذل. ليه كده؟ بدل ما كنت تقتله كنت بيع الفيلا واديله 15000 جنيه. الفيلا اتباعت خلاص. من غير ما نعرف، من غير ما تقول لنا. اهو ده اللي حصل. دي شقة فاضل؟ ايوه. انا عندي امر بالقبض عليك. هو فين؟ هو لسه ما جاش. فتش البيت. مش موجود يا فندم. فتشت كويس؟ ايوه. تقدريش تقولي لنا يبقى موجود فين دلوقتي يا هانم؟ لا ابدا ما اعرفش. اتفضل. كده يا حياتي، اقفل الباب يا
انا كنت شايلك الوقت عوزه ودلوقتي احتجتلك. خبيني مش عايز حد يخطر عليا ابدا. ايه الحكايه؟ انت عايز تستخبى هنا ليه؟ انت عملت حاجه؟ ايوه عملت حاجه. البوليس بيدور عليا في كل مكان. انا متهم بقتل خالد وسرقه امواله. خبيني يا عبود. وعايز تجيب المصيبه وعايز تضرب داهيه. خبيني الوقت بيمر. خبيني بقول لك. حرام عليك ابعد عني. انا ما قدرت اكشف حاجه. اذا ما كنتش تخبيني انا هموتك. هموتك. طيب بس اوعى يكون في حد شافك وانت جاي عندي. لا ما حدش شافني. اقعد ارتاح. انا هشرب ويسكي. تعرفي لو جنس مخلوق عارف ان انا هنا انا هقتلك. وده معقول؟ ده انت في عينيا. عن اذنك دقيقة واحدة. على فين؟ اغير هدومي. طب اهو. انا نازله. نازله على فين؟ رايحه الشغل. مش ممكن تنزلي من هنا ابدا. لا سيبني اخرج عشان ما حدش يعرف انك مستخبى عندي. واول ما خلص الشغل هرجع على طول. ما تعرفيش عني اي حاجه. ها اطمن خالص. ارفار. الو فاضل. ها عملت ايه؟ اخبارك ايه؟ طمني انت فين؟ طمني انا في مكان امين. اسمعي ابعت لي فلوس علشان اصرف. انا في جاردن سيتي في شارع شريف شقه نمره 21 العماره نمره 17 تاسع دور. ايوه ابعت لي الفلوس مع فاطمه بس خليها تاخد بالها لحد يتبع اثرها ولا حاجه. اوام. طيب حاضر حاضر حالا حالا. ايه حصل له حاجه؟ البوليس قبض عليه؟ لا 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 اطمني يا بنتي. بيقولوا اني مستخبى في مكان امين بس عاوزني ابعت له فلوس معاكي. يلا اطلعي خدي الفلوس كلها اللي في الدولاب ووديها له. حاضر بس هو فين دلوقتي؟ في جاردن سيتي شارع شريف عماره نمره 17 شقه نمره 21. يلا يلا حبيبتي. اوان اوان. الو. ايوه يا فندم هنا شركه المقاولات البنائيه. انا سكرتير. هقولك على سر مهم جدا. فاضل مستخبى عندي في شقه نمره 21 عماره نمره 17 بشارع الشريف جاردن سيتي. من فضلك بلغوا البوليس عنه بسرعه. الحاله خطره يا دكتور. لا ابدا بس حصل له ارتجاج بسيط في المخ وان شاء الله هتتعب. ربنا يطمنك يا دكتور. الو في حاجه يا حسيب افندي؟ في واحدة ست اتصلت بيا من شوية وقالت لي إن فاضل أفندي مستخبي عندها في الشقة رقم 21 عمارة 17 شارع شريف بجاردن سيتي وكلفتني أبلغ البوليس. كده؟ طب أنا اللي هبلغ البوليس حالا. بابا. في حد شافك كنت جاي؟ لا ده أنا عملت كل جهدي علشان ما حدش يعرف أنا رايحة فين. قلوبنا كلنا معاك يا بابا. ربنا معاكوا يا بنتي. أنا ما صحش أكون أبوكي. أنا وثقتكم. حرام إنكم تنتسبولي يا بنتي. ما تقولش كده يا بابا. ده عمر الدم ما يبقى مي وعمر الضفر ما يطلع من لحم. لا يا بنتي. عمر الشيطان ما كان والد ملايكة. أنا ما استحقكيش. أنا ما استاهلش أكون أبوكي. أنا مجرم ومصير اللي مات. رحمة ربنا واسعة يا بابا. يمكن ربنا يسامحك وينجيك علشان خاطرنا. خد الفلوس اهي. خلي الفلوس معاك يا بنتي. انا غيرت رايي وفكرت ولقيت الحل. خليهم معاكي. خدي بالك من نفسك وخدي بالك من اختك ومن امك. انتي كنت فاكرك متربيه وبنت ناس. تريكي إنسانة ملوثة بالعار. الحمد لله لربنا كشفك في الوقت المناسب. ابيضوا عليه وعشيته. حسن اقف عندك.
احنا هنفرج عنك يا أنسة بعد ما ثبت من التحقيق ان مالكيش اي علاقة بالجريمة. اتفضلي. حضرتك قرونة المرحوم فاضل افندي؟ ايوه. اتفضلي. يمضي هنا واستلم الانذار ده. انذار من المالك الجديد اللي اشترى البيت من المرحوم، يطالبكم بالاخلاء علشان حاسكم فيه. لو خرجنا من البيت ده هنروح فين؟ ده احنا ملناش حد يسوينا عنه. لينا رب يا بنتي. انا لازم اكلم حسن وافهمه على الحقيقه. تصوري ده بيعتقد اني عشيقة بابا، مش عارف اني بنت. لازم ادافع عن شرفي، ادافع عن سمعتي. معاك حق يا بنتي. الواحد يقدر يستحمل الفقر والحوجة، لكن طعنة واحدة في شرفه تقضي عليه. ألو؟ ألو؟ حسن؟ أنا فاطمة يا حسن. قفلت سكة في وشي. روحي له يا بنتي، قولي له على كل حاجة، دافي عن شرف. البنت ملهاش رأس مال في الدنيا غير شرف. المصيبة انه ما كانش يعرف انا بنتي مين، كما اني ما حاولتش اسأله. كان كل واحد فينا سعيد بالتاني، ما فكرناش في حاجة غير اننا بنحب بعض. ودلوقتي بعد اللي حصل انا لازم اقول له على كل شيء، مش مهم عندي اذا كان يتجوزني ولا لا، انما المهم اني افضل في نظره الانسانة الطاهرة الشريف. انا مش فاهم انت ليه عاوز تسافر قبل ما تنتهي اجازتك يا ابني. ده انت فاضل لك اسبوع. احنا ضايقناك في حاجة يا حسن؟ مش كنت تقضي بقية الاجازة معانا؟ سفري ده مهم جدا، انا خلاص حجزت في الطيارة اللي هتقوم النهاردة الساعة 4. الشنط جاهزة، مش تسمح بقى تتفضل عشان ميعاد الطيارة اقرب؟ طيب اشوف وشكوا في خير بقى. لو ما كانش الحكيم مانعني من الخروج كنت جيت ودعتك على المطار. معلش انا هودعه بدالك. بندق. نعم. قول السواق يحضر لي عربيه وحاجه. اوكي. مع السلامه يا ابني. خلي بالك من نفسك. ربنا يستر. اتفضل. السلام عليكم. مع السلامه يا شيخ حسن. مع السلامه. قول لي من فضلك. نعم يا فندم. الاستاذ حسن موجود؟ لا شاف. سافر فين؟ فرنسا. الله يسامحك يا بابا، خلتنا Thank you.
ماما. في حاجة؟ لا. أنا تعبانة أوي يا بنتي. شوفي لي دكتور. حاضر يا ماما. اعمل معروف يا دكتور، ماما عيانة قوي وعندها هبوط في القلب. وهي فين؟ هي ما تقدرش تيجي هنا لأن الإجهاد يتعبها. طيب يا بنتي اتفضلي. بس إحنا ما عندناش فلوس علشان ندفع الفيزيت. عيب يا بنتي افتشي. الدكتور جندي من جنود الإنسانية، عمره ما كان رجل مادي أبدا. يلا بينا يا بنتي يلا. اتفضل يا دكتور. عن إذنك. ماما، الدكتور جه يا ماما. ماما، ماما ما بترديش ليه يا ماما؟ ماما كلميني يا ماما. ماما 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 روحي عليا يا ماما. ماما 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 ماما. هي حياتي يا بنتي، شدي حيلك. دي مشيئة ربنا. هنعمل ايه يا اختي؟ الفلوس صرفت يا امان، احنا جعانين خالص. انا من بكره لازم ادور على شغل. هبعت لك حال. طيب يا ستي، على كل حال عنوانك عندنا، وان شاء الله اما تخلى وظيفه هبعت لك. متشكره قوي. مالك يا أماني؟ أنا جعانة أوي أختي، جبتيلي آكل. حاضر. قلبك ضعفنا نصرا وإن
في جواب جالك الصبح الست ام هبه وبنسي تديهولي. متشكرة. الآنسة فاطمة فاضل، نرجوك الحضور هذا لاستلام العمل. مدير محلات النور. يا سلام. يا من أنت كريم يا رب. من فضلك يا مدموزيل، ما عندكيش بدل؟ أيوة موجودة، اتفضلي. وريني. لا يا أختي، أنا عاوز بدلة عشاني مش عشان والدي. مش موجود هنا، في الريون التاني. طب من فضلك اديني القسيمة عشان ندفع الحساب. حاضر. ميرسي. مين؟ أنتِ حضرتك؟ حضرتي مين؟ يوه بتاعة النادي الأهلي. أنت تعرفني؟ ده أنا واخد في معرفتك شلوتين وقلمين معلمين على كتة الغيط دلوقتي. من فضلك تدفع الفلوس اللي عليك وبلاش معاك. لا يا فندم أنا ما بعاكسش، بس حضرتك يظهر مش عارفاني. أنا من ريحة الحبايب، من ريحة حسن. حسن؟ أنت تعرف حسن؟ إيه اللي أعرفه؟ ده أنا متربي في بيت أبوه من صغري. لا يا شيخة، ده سافر وهو زعلان منك واخد على خاطره خالص، وخصوصا انه كان بيحبك ويموت فيكي، ولما عرف ان في علاقة غير شريفة بينك وبين فاضل افندي الحرامي جاله اكصدام في قلبه وسافر على طول. العلاقة اللي بيني وبين فاضل افندي علاقة شريفة. ايه؟ انا ابقى بنت. انتي تبقي بنت فاضل افندي؟ يا نهار اسود، ده احنا كنا فاكرينك حبيبته. اما سوء تفاهم انما منيل. طيب قوليلي انت ساكنه فين علشان ابقى اجيلك؟ انا ساكنه في حاره المكتوب على الجبين نمره خمسه. طيب انا هجيلك بكره ضروري ومعايا السبع ثواني ان شاء الله. الا بنت، لا حول الله يا رب. بيت ال 10 جنيه. اسمحي لي اتكلم في التليفون يا مدموزيل. اتفضل. ميرسي. بيت ال 10 جنيه. انا اديتك الباقي. يعني ايه بقى؟ انا جاي انصب عليك ولا ايه؟ ولا قصدك تهيني الزبائن بتوع المحل؟ فين المدير بتاع المحل اللي طيب هنا؟ طيب انا لازم اطعش من هنا. ما تزعلش كده، انا غلطان. فوق شويه يا مدموزيل، وتاني مره بحسبي على احساسات الناس يا مدموزيل. ايه ده؟ اسمحي لي يا مدموزيل، بقيت ال 50 قرش من فضلك. ها؟ بقيت ال 50 قرش. انت اديتني فلوس؟ امال اتكلمت ازاي؟ طيب ميرسي. القراض ناقص 9 جنيه يا مدموزيل. 9 جنيه؟ يبقى لازم ضحك عليا الحرامي النصاب. استني هنا، امور الاونطه دي ما تدخلش عليا انا. اونطه ايه يا حضره المدير؟ ده واحد نصاب ضحك عليا واخد مني بقيت 10 جنيه على مرتين. اسمعي يا مدموزيل، انا شفت كتير بنات من عينتك حراميه وبيدعوا ان الزباين بيغلطوهم. حراميه؟ انا مش حراميه والله العظيم، ده انا عمري ما سرقت ولا اعرف قتل. ده انا لو مت من الجوع ما مدتش ايدي على قرش حرام ابدا. انا عايز الفلوس اللي ناقصه والا اسلمك للبوليس. بس اجيب 9 جنيه منين دلوقتي؟ ابقى خدهم من ماهيه الشهر الجاي وامري لله. لو انت فاكره هتستني في المحل بعد العمله السودا اللي عملتيها دي، انت مرفوضه من النهارده. قدامك 24 ساعه عشان تحضري فيها الفلوس اللي ناقصه. الساعه 7:30 دلوقتي، بكره الساعه 7:30، اما ما جبتيش الفلوس تكوني موجوده في الكراكون 7:30 و5. مفهوم؟ احلف لك بيه انا بريئه، انا مظلومه. اطلع بره مالكش كلام فارغ. يلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة، إذا كنت طبيت على غفلة عامل زي السقف اللي بيطب على دماغ السكان. لا أبداً، اتفضل، ده بيتك ومطرحك. الله يخليكي. بقى أنا يا ست رحت أسأل عليكي في المحل، قالوا لي دي طلعت علشان كذا وكذا. قلت يا نهار أسود، لا يمكن تعمل حكاية كذا وكذا دي. قالوا لي لا، وأثبتوا لي إنك عملتي كذا وكذا. قمت أنا حتى دافع وما بقتش أصدق أبداً إنك عملت كذا وكذا. فهميني، إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان واحد زبون نصاب انتهز فرصة ان انا مشغولة معاك في الكلام واداني 10 جنيه، قمت خدت منهم جنيه تمن البضاعة اللي اشتراها واديته 9 جنيه مرتين. الله يخرب بيت. وبعدين؟ وبعدين لما جه المدير يستلم الفلوس لقى خدنا ناقصة 9 جنيه، فاتهمني انا بالسرقة ورفدني من الشغل، وقال لي قدامك 24 ساعة، يا تسلمي الفلوس يا نسلمك للبوليس. لا حول الله يا رب. طب وبعدين؟ هبيع العفش علشان اديهم الفلوس ليودوني السجن. اسمع يا فاطمة، انا ياخد معايا 150 قرش خديهم اهم. وادي 25 قرش ياخد، يبقوا 150 قرش. يا سلام، انا متشكره قوي. لو بعت العفش وما كملش الفلوس هبقى اخدهم مني. طيب يا اختي، من الذي بيخبط؟
ساتر. نعم يا ست فاطمة، يلزم خدمة. أيوة يا عم رضوان، عايزك تشتري العفش ده. ليه يا بنتي؟ لو كنت معذورة في جنيه ولا في اتنين أنا مستعد أسلفهم لك. كتر خير، أصل إحنا هنسافر. كده؟ مفيش مانع. نشوف. وعاوزة فيهم كام بالصلاة على النبي؟ التمن المناسب. طيب، نشوف البضاعة ونعاين. يا بنت أنا مش هظلمك، أنا هدفع لي في الكركبتين دول 15 جنيه وعوضي على الله. إيه؟ 15؟ عليا ب20. ليه؟ وحضرتك تاجر موبيليا؟ أيوة، وكنت فاصلهم ب18 إنما هاخدهم ب20. كده؟ عليا ب22. عليا ب25. عليا ب30. أوووه، عليا ب35. عليا ب40، وما كانش عاجبك شيلهم أنت. لا يا عم خدهم، الله يكسبك. مبروك. كسبني؟ الله يكسبك وافتح عنك. اتفضل يا ست فاطمه، 40 جنيه اهو، لما اروح اجيب العيال الشايلين يشيلوا الكردبتين. طلع لنا منين ده؟ شفت خليته ازاي يكوع الفلوس وهو زي الجردل؟ لكن ازاي جات لك الفكره دي؟ اعمل ايه؟ لقيته هيستعمل الحداقه ويكلفتك، قلت انا كمان استعمل له الحداقه حاكم. لا يفل الحداقه الا الحداقه. سيبينا دلوقتي من الكلام الفارغ ده. دلوقتي انتوا بعتوا العفش هتعملوا ايه؟ معرفش. طيب تعالي معايا، فين اختك؟ في المدرسه. طب يلا نفوت ناخدها. يلا بس هنروح فين؟ يا ست مالكيش دعوه، بلاش غلبه. يلا سلام عليكم. اهلا بندق. بقى انا اتربيت من صغري في بيت حضرتك، وانا اعرف ان حضرتك قلبك طيب وحنين زي اللبن الحليب. ايه غرضك من المقدمه الطويله دي؟ ايوه انا جاي اقول لحضرتك موضوع يهم حضرتك، ولما هتسمعه حضرتك مش هيخلص حضرتك. موضوع ايه يا بندق؟ ايوه، بقى فاضل افندي عمل جريمته وخد جزاءه ومات، لكن البنات الغلابه الولايه دول يعملوا ايه؟ تصور حضرتك افوت عليهم النهارده في البيت الاقي امهم ماتت ومش لاقيين ياكلوا، وبيبيعوا عفشهم حته حته من الحوجه. دي جنايه ابوهم مش جنايتي انا. انا عارف كويس، لكن ربنا غفور رحيم، كما وان دول بنات مالهمش حد ابدا، وينوبك ثواب لو تجيبهم هنا وتساعدهم. ويساعدهم ليه؟ يروحوا في ملجا، يروحوا في داهيه، مالنا ومالهم. يا ست هانم يا بخت من قدر وعفي، دول ما عملوش حاجه. ازاي؟ اقول لحضرتك، لو واحد بيعمل جريمه ربنا بيحاسبه هو ولا بيحاسب اولاده على جريمه ابوهم؟ هما فين دلوقتي؟ موجودين بره، هجيبهم هوا. انت جننت يا خالد؟ ازاي تجيب بنات عدوك في بيتك؟ ازاي تدخل تعابين عندك؟ دول بنات غلابه ومعملوش حاجه، وحرام ناخدهم بجريمه ابوهم. اتفضلي اتفضلي. الله، رايحه فين؟ تعال اعرفك بعبد مدير شركة المقاولات وأبو حسن. ما تخافيش يا بنتي، بندق حكالي على حكايتكم وشرح لي الحالة اللي انتوا فيها، اعتبروا نفسكم في بيتكم. يمكن ما لهمش غرض يقعدوا. لا لو احنا ما نحبش نكون تقال على حد، وعلشان كده نشكرك على عطفك ده ونستأذن بقى علشان نروح. ايوه تروحوا؟ انتوا غاويين تناموا على البلاط؟ انتوا عاوزين تقطعوا قلبه؟ لا، ده انتوا هتعيشوا هنا معززين مكرمين، واؤكد لكم مش هيعرف ابدا انتوا ولاد مين. ابدا ابدا، انتوا من دلوقتي اولادي انا. روح معاهم يا بندق وقضب لهم الاوضه اللي على السطوح. لا لا، الاوضه اللي جنب اوضتي انا. حاضر اتفضل. انا لساني عاجز عن شكر، ربنا يعمر بيتك ويطول عمرك. امين. اتفضل. أنا من النهاردة مش هعرف أغمض عيني أبداً. ليه بس؟ خايفة من إيه؟ خايفة من إيه؟ تجيب السكينة على رقبتي وتقول لي خايفة من إيه؟ مش جايز البنتين دول يقتلونا علشان ينتقموا لأبوهم؟ شيخة أنت رخرة، قطتين زي دول تخافي منهم؟ اسمعي يا خالد، البنتين دول لازم تكرشهم حالاً. حرام عليكي، دول يعتبروا يتامى، وربنا بيقول وأما اليتيمة فلا تقهر. أنا رايح المكتب، عندي ميعاد مهم هناك، وأرجوكي تعاملي البنتين دول معاملة كويسة. حاضر. أنا هشيلهم على كفوف الراحة. خلاص يا ستي، أنا هسيبكم هنا وهروح المحل أدفع ال9 جنيه عشان أخلصكم من التهمة، وإذا عوزتوا أي خدمة أكل شرب أي 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 فأنا تحت
ربنا يجازيك بكل خير يا ولد. انا مستشكر قوي. هنقذنك هنقذنك. اسمعوا يا اولاد، انتوا هتقعدوا معانا هنا على طول وهتبقوا من اهل البيت، وعلشان كده لازم تنظفوا البيت وتوضبوه ولا ايه؟ طبعا ده واجب علينا. يلا شوفوا شغلكم. حميده نعم. وديهم وياكي عشان يساعدوكي في الشغل. تسمحوا بقى تتفضلوا. اتفضلوا. الله امال مالك يا حبيبتي؟ في حاجه؟ انت تعبانه خالص يا اختي، والبيت كبير وبننظفه كتير قوي. معلش يا حبيبتي. ما شاء الله سايبين الشغل واقفين تتكلموا مع بعض. حللوا اللقمه اللي بتطفحوها. وحميده نعم. يلا وراهم شغليهم. اتحركي شويه. يلا يا بنت انت وهي لمعوا الفركيه. مالكم متصبرين كده؟ يا ده انا وسطي هيكسر. ما يلا بقى يا اختي نمشي من البيت ده، دول بيشغلونا كتير قوي. معلش يا امل، بس هنروح فين لو نمشي من هنا؟ يا عيني يا عيني، تحبوا كمان اكنس لكم والفض لكم وامسح لكم واغسل لكم هدومكم كمان؟ قومي فين يا بنت انت وهي؟ جاتكوا داهيه، جاتكوا داهيه في اليوم اللي شفنا فيه خلقتكم. اوان يلا نقضوا البيت اوامر من الراجل يجي. يلا خلاص انت وهي وجع مصارنكم. اتحرك شويه. ايه يا اختي ده المراعه دي؟ ايه يا اختي اصله ده؟ يا حميده من البنتين دول بقالي دلوقتي شهر وانا بشغلهم زي الفعلة وبرضه مش عايزين يتعتعوا من هنا. طب ما تطرديهم يا ستي. اطردهم ازاي؟ خالد ماسك فيهم بايديه واسنانه. يبقى بقى مش هيقطع جدرهم من البيت ده الا لما سيدي يطردهم بنفسه. وهيطردهم ازاي؟ سيب الحكايه دي عليا انا. اهم جايين اهو. اسمعي يا بنتي انت وهي، انتوا من النهارده غداكم وعشاكم في المطبخ مع حميده وبندق. خالد عاوز كده. اسمحوا بقى تتفضلوا على المطبخ، اصل انا جعت قوي ورايا. والله عال ادي اللي كان ناقص. ايه جرى ايه؟ البنات يا سيدي اللي لمتهم من الشارع، بنات الحسب والنسب، قال ايه لما بياكلوا معانا على السفره نفسهم بتتصد، علشان كده هياكلوا في المطبخ مع الخدامين. في ايه؟ يمكن بيختشوا مني وما يعرفوش شكله كويس وعاوزين ياخدوا حريتهم. خليهم على كيفهم. يلا بينا احنا. يلا الله. امال فين اختك المزروده؟ راحت تجيب لي كوبايه ميه. ميه تقف في زورها. اغسلي الغسيل كويس، اياك الاقي فيه بقعه ولا حاجه وسخه وانا اسود عشتك. حميده نعم. شوفي شغلك. جنيه تسلفهم لحميده؟ اصلي انا ما عنديش فك. حد يطلب فلوس في وقت زي ده؟ المحفظه عندك في جيب الجاكيت. الله
الجاكيت ما فيهاش محافظ. ازاي الكلام ده؟ غريبة دي. أنا ما بشيلهاش أبدا من الجاكيت. إيه يعني عفريت خدها؟ هتتجنن. راحت فين المحفظة دي؟ لازم اتسرقت. اتسرقت؟ اتسرقت ازاي؟ هو البيت فيه حرامية؟ وهي دي أول سرقة من يوم ما دخلوا عندنا ولاد فاضل الحرامي، وأنا كل يوم ألاقي الفاكهة بتخس وهدومي بتروح ومش راضي أقول لك علشان خاطر ما تأذيهمش. يعني هما اللي سرقوها؟ مش بعيد. لا ما أفتكرش أبدا إن هما. أمال يعني مين اللي هيكون سرقها؟ يمكن حميدة. حميدة؟ مش معقول أبدا. أقول لك قوم بينا نفتش كل اللي موجودين في البيت، ويلا بينا كمان على الأوضة بتاعت البنات نفتشها. يلا. يلا. حمدت دبني دي يا اختي وقالت لي روحي كليها في الاوضه لحسن الست تشوفك وتضربك. اوعي تكوني سرقتيها يا امان. لا والله دي هي اللي اديتها لي. طب يلا كليها اهو قبل الست ما تشوفك وترنك علقه زي المره اللي فاتت. الزهر الست جايه تضربني. طب يلا خبيها اوعي تخبيها. سامع بتقول لاختها خبيها. افتحي يا بنت. انت كنت بتقولي لاختك تخبي ايه؟ انا مفيش حاجه. تعالي هنا يا بنت. اختك كانت بتقولك تخبي ايه؟ ولا حاجه. يا اخويا بدل السؤال والجواب يلا نفتش الاوضه. امال ايه دي؟ يا خبر. ايه دي؟ ايه ايه دي؟ مش عارفه ايه دي؟ ولما مديتي ايدك وسرقتيها ما كنتيش عارفه تبقى ايه دي؟ سرقتها؟ انا ما سرقتش حاجه. اخرسي يا سفنه يا مجرمه. الحق علي انا دخلتكم بيتي. كان لازم اعرف ان الدم اللي في عروقكم هو دم ابوكم اللي بتجري فيه جرثومة اللصوصيه والاجرام. ما تظلموناش، حرام عليكم. ده احنا بناكل من خيركم، هنسرقكم ازاي؟ ايه هو قليل الاصل يراعي ربنا ولا يراعي العيش والملح؟ انت قالهم البوليس حالا. يلا يلا. أنا هكتفي بكل قطتكم برا البيت لأنكم ما تستاهلوش الإكرام والنعمة. يلا حالا اطلعوا برا. حاضر. بس قبل ما نخرج أحلف لك إن إحنا أبرياء ومظلومين. ربنا ينتقم من اللي ظلم. يلا يا أمل. أما صحيح يا إخواتي اللي اختشوا ماتوا، يعملوها ويخيلوا. صحيح، اتقي شر من أحسنت إليه. هنروح فين يا اختي؟ هننام فين؟ ربنا موجود يا حبيبتي. يلا بينا. الله، رايحين فين؟ وايه اللي مخرجكم في الليل والهوا ده؟ طردونا. طردوكوا؟ مين اللي طردكم؟ صاحب البيت قال لنا اطلعوا. الله، وصاحب البيت قال لكم اطلعوا؟ تقوموا تطلعوا بره؟ يمكن الراجل بيهزر معاكم بيقول لكم اطلعوا السطوح، اطلعوا فيه، اطلعوا من دول. لا، هو قال لنا اطلعوا بره، لأن الست والخدام قالوا علينا حرامية. وربنا عالم ان احنا مظلومين. انا برضه كنت واخد بالي ان الست ما كانتش هضمكم من يوم ما جيتوا البيت، وعلى العموم الحق عليا انا اللي جبتكم عند ناس قلوبها منحوط من ظلم. طب ودلوقتي هنسكن فين؟ هتسكنوا عندي، ولو ان اوضتي مش ولا بد، انما اوضتك العرجه تغنيك عن سرايه اللاقيين. يمكن لما يعرفوا انك سكنتنا عندك يزعلوا مني. يا ست في 60 داهيه ولا يهمك، كما ان ربنا كمان من عليا بالشغل اللي كنت بتمناها طول العمر. صحيح، هتشتغل فين؟ مونولوجيست في صالة العز والفرفشة. ويلا بينا، ورزق ورزقكم على الله. يلا لا طلقات اللي تلبو ياللي بتشكي من الاسواق، ياللي تملت بات مشتاق. ياللي بتشكي من الاسواق، ياللي تملت بات مشتاق. للمجروح في عندي دواء يسعد قلبه ويشفي الداء. حدش مشغول البال، حدش في عنده سؤال. حدش مشغول البال، حدش في عنده سؤال. مراتي يا فندم، مراتي كل يوم تنكد عليا، اعمل لها ايه؟ وريها انك غضبان، اخر
عالقهوة كمان واسترجل واعمل تقلان واضربها وشيل الإخلاص حتطوعك وتبوس أياديك ولا يمكن تستهتر بيك وانزعلت ولا سألت فيك بأرض بعشتك وخلاص حدش مشغول البال حدش فيه عنده سؤال حدش مشغول البال حدش فيه عنده سؤال حماتي يا أستاذ مالا يخوف ألا فرحتي وقرشة ملحتي حموك من حماتي الحموي السواس وشيطان خناس العين بتشوفها القلب يطب 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 بيطب شربت من كاس خال الإحساس عشرتها تودي بدهية وغل في دهية وغل الحما ده أعوام إيه العسال تملى عينين جوز بنتها دمع ولا يعجبهاش أبدا حال لو قيت لها صوابعك شمع حدش مشغول البال حدش فيه عنده سؤال حدش مشغول البال حدش فيه عنده سؤال مدام الجواز بالشكل ده مش ضروري جواز بقى أصل الجواز وعد ومكتوب ويا بخت من بس مغلوب مهما قاسنا منه برضو القاسى بيهون ملناش غنى عنه أو نحن للمقسوم مهما قاسنا منه برضو القاسى بيهون ملناش غنى عنه ونحن للمأذون فاهمين 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 واللي مش فاهم واحد وواحد يبقوا اتنين من بنت حواء هنروح فين واحد وواحد يبقوا اتنين من بنت حواء هنروح فين من بنت حواء هنروح فين من بنت حواء هنروح فين هنروح فين هنروح فين الى اين نحن ذاهبين مين؟ بندق حسن بندق حسن وسهلا انت مش عرفك ان انا هنا عرفت من الجيران ازيك يا بندق الله يخليك وازاي صحة الحمد لله بتكرس يا اخي مش بسألك على الصحة بقول لك ازاي الحال معدن معدن ملك يان انا بسألك على الصحة ولا على الحال فاطمة فاطمة كويس كويسة قوي حسن كانت ساكنة عندكم هي واختها وبعدين ابوك طردهم فقعدتهم عندي بقالهم جمعتين انت جيت امتى يا حسن جيت من 3 ايام تصور عرفت من تحقيقات النيابه ان فاضل يبقى ابو فاطمه شوف قد ايه كنت ظالم البنت دي وفاهم ان ابوها هيبقى عاشقها انا ضميري بيأنبني خالص يا بنت على العموم لك يوم يا حسن يا ظالم انا مستعد اصلح غلطتي واتجوزها واخليها تنسى الالام اللي شافتها بسبب سوء تصرفي تتجوزها ومش خايف من ابوك انا شرحت لبابا كل حاجه وانت عارف ان بابا قلبه طيب قوي فوافق ولو ان مرات ابويا حابه تعترض شويه الحمد لله حسن اللي ما طلعتش لمرات ابوك ارجوك يا بندق نفسي اشوف فاطمه اقابلها مره واحده بس كده معاك العربيه قدام باب التيار هات المفاتيح يلا بينا لا انت تستنى هنا وانا 5 دقائق فقط فاطمه ايه بندق خير ان شاء الله هو خير بعاء ده خير يملى شوال يملى كيبه حضري انا جاي واقول لك ايه كتبت نمره اجمل الله لقيت كنز احلى يا اخي غلبي ما تقولي بقى ايه حسن ايوه حسن ماله جاي من السفر وعاوز يشوفك ويكلمك ويسلم عليك ويتجوزك ومستنى عندي في التياتر يلا حبيبتي البسي يلا انا مش عايزه أبلي. مش عاوزه تقابليه ومش عاوزه تقابليه ليه انت اتهبلتي لاني مش عايزه اتجوز ومش عاوزه تتجوزيه ليه انت اتجننتي لو اتجوزته أهله هيغضبوا عليه
وانا مش عايزه اجيب له اذيه من ناحيتي ابدا. يلا حبيبتي ما تبقيش وش فقر وتقلدي لي غاده الكاميليا. يلا تعالي سلمي عليه واتجوزيه وعريسهم في اليد خير من عشرة على الشهر. مش ممكن اخرج من هنا. انا في خيمته هروح اجيبه انا هنا؟ لو عملت كده مش هتلاقيني هنا بالمره. يعني انت مصممه على كده؟ ايوه. اصلك انت وش فقر. نعم فيك ذكر. انا اتمنى من ربنا انه يسخطني ويخليني ست عشان اتجوزه. ايه اخر كلامك؟ هتيجي معايا ولا لا؟ لا. ايوه بس انا لو قلت له انك انت مش عاوزه تقابليه هيتألم قوي. مش هيتألم قد ما اتألمت انا. انا بعمل كده لمصلحتي، بعمل كده علشان مستقبل. انت عارف يا بندق، عارف ان بابا. بس كفايه بابا، ما عشان بابا دي هو حظه اسمه. بندق، فين فاطمه يا بندق؟ ما رضيتش تيجي. الله، ليه؟ عشان عرفت انك هتتجوزها. يعني رفضت تتجوزني؟ يعني زي كده تقريبا. على كل حال كتر خيرك يا بندق، انت عملت اللي عليك. اشوف وشك بخير. الله، رايح فين يا حسن؟ حسافر في الطياره اللي هتقوم بكره الساعه 12. الساعه 12، كل مواعيدك الساعه 12 يا حسن. لا حول ولا قوه الا بالله، كده تخرج مكسور الخاطر. يا بنت الحلال نتعت قلبي من كتر الكلام وياك طول الليل ولا فيش فايده. ده انا لو كنت بكلم في زلط كان سمع كلامي واختشى مني، انما هعمل ايه؟ ما انتش راضيه تفهمي ابدا ابدا. ما انا فاهمه كويس، بس ده غصب عني، قول لي اعمل ايه؟ ولا حاجه. طيب مش تيجي على الاقل تسلمي عليه قبل ما يسافر؟ ها؟ مسافر؟ ايوه، يسافر النهارده الساعه 12، ودلوقتي الساعه 11 ونص، ايه رايك؟ انا ما عنديش مانع اروح اسلم عليه وارجع تاني. طيب يلا بينا. وكمان حاجة معاه. لا انت تستنى هنا تطبخي لنا. ودينا مطار الماظه بسرعه من فضلك. اوامك اوامك. يلا النبي يا فندم. زقه بسيطه. ايه؟ بسيطه، زقه بسيطه. حاضر، تعالي زق معايا. يلا ما انا مستني. يلا تحب النبي زق. ايه يا عم، احنا هنروح مطار الماظه زق. اوام خليك عاقل يا ابني، البنات كتير، دي احسن بنت تتمنى ظفرك. بقى علشان حته بنت غلبانه ما رضيتش تتجوزك، عايز تسيب البلد ومش عايز ترجع فيها تاني، حرام عليك يا حسن، ارحم قلب ابوك. مفيش فايده، انا قررت شيء ولازم انفذه. يا انا تعبتني. يلا بينا بقى احسن، انا مش قادر ازق والطياره زمنها. استنى هنا يا فندم. رايح فين؟ لازم تدفع بنديره. ستة ساق. هو احنا عم ركبنا حاجة؟ ده احنا اللي لازم ناخد منك، ده احنا نفسنا اتقطع من كتر الساق. وعاملين صاحب العربية يا فندم. لازم ادفع. اتفضل، هات بقية الخمسين قرش. لا مؤاخذة، لسه ما استفتحتش. ثانية واحدة روح أقوم. اتفضل. وبعدين مفيش وقت والطيارة هتقوم. يلا يا نهار اسود. طب مش تستنى لما ناخد بقية الفلوس؟ معلش والنبي، ناخد التاكسي التاني. يلا اجري. اوام ودينا مطر الماظة وحياة والدتك. كنت خايفة عليه من غضب أهله.
نهايته بقى، يلا بينا نرجع وعليه العوض. مين؟ حسن. ايوه حسن، سامحيني يا فاطمه. سامحيني انا كمان يا بنتي، انا عرفت انك مظلومه وطردت حميده من البيت. وتأكد ان احنا هنحبك زي ما بنحب حسن. والان سيداتي سادتي، المطار من خلفكم والمأذون من امامكم، اتفضلوا. Thank you.